ما شاء الله تبارك الرحمن على هالأجواء الجميلة. هذا مكان جميل انتو شفتوه وانا صورته اكثر من مرة، بس اللي ما شاف فلامينغو بالكويت هي بعياله هني ويشوف فلامينغو. هذا هني الفلامينغو كاهمة، تعال شوفهم بعدين شوي بعد شوي لما يطيرون. بس موضوعنا احنا هالكرفان الجميل سانسيكر 2012 بدفتر الكويت، هذا من فورست ريفر، كرفان امريكي موتور هوم كلاس سي. اجمل تقسيمه عندي، اجمل تقسيمه، هذا كان الشيء اللي انا ابي اطيح عليه، وقلتها كلمه اكثر من مره لاني صدق احبها. نشوفها بعد شوي، وسببها السرير والتوسعه اللي على اليمين هني، سرير على اليمين هني سير فوق بعض، سريرين فوق بعض، والتوسعه هني اللي على اليمين، في توسعتين الكرفان. وتبارك الرحمن هني عندك المظله الخارجيه، كشافات خارجية، ليت اللي دي تحت المظلة، الكربان جاهز للاستخدام. عندك هني السلب هني بالخلف، والسلم الخارجي هني تصعد لفوق. ثلاث كاميرات، كاميرا يمين، كاميرا يسار، وكاميرا هني بالخلف. شبابيك ما شاء الله كل مكان، وكلهم مغيمين بالأسود. عندك هني على المخازن يمين ويسار، وهذا المخزن جدا كبير وداخل الأرفف. وعندك هني تعبئة الماي الجرافيتي، وخزان ماي كبير 300 لتر تقريبا، والتوسعة الثانية اللي بالصالة. لما نشوفه من داخل راح نعرف شلون التقسيمة الحلوة شلون صايرة. الكربان راكب عليه الجيكات الإلكترونية بيج فوت. والشيء الثاني الحلو ان عندك هني ماكينة كهرباء 5500. شنو ميزتها؟ اول شيء ماكينة كبيرة حق هالكربان، هذا راهي صيف اشتة شغلك مكيفات ثنتين مع اجهزة الكربان. ثاني شيء انها اهدى، وهذا الشيء المهم. شوف الكربان من داخل، كل الكراسي ملبسين هني الجلد، وهني عندك الماكينة ما شاء الله، او الكربان ماشي 24500 ميل، بسيط جدا ما في اي اشارة. وهذا هني من داخل، هذا هني الشاشة اللي هني اللي بالخلف يمين ويسار، وهذا مسجل اندرويد. وعندك هني ضغط الهواء. هذا طبعا الماكينة الكبيرة 450 سوبر دوتي، فانت 10 سلندر هني بنزين مرتاح حق التجول، تب تسحب لك شيء وراك ما عندك مشكلة. هذا الكرفان الحين من خشة الكرفان نظيفة وحلوة، وفي عندك الكشاف الأمامي، وعندك الفلشرات، وهذا شيء حلو. بأربع عتبات أو ثلاث عتبات تدخل الكرفان، وهذا التقسيم الجميلة اللي هو أن يكون عندك هني توسيع اليسار عليها الشولة والغنفة مقابلة طاولة الطعام، هذه التحول السرير، وهذه هني تقدر تريح وتقعد تطالع تلفزيون بالطريقة هذه. طبعا هذه الصناعة أمريكية. عندك هني تلفزيون كبير 42 بوصة سمارت، وعندك راكب عليه الستلايت فوق، وهني سرير فوق أو تستخدم أغراضك أو سرير كيفك. المخازن لاحظها يمين ويسار راهية، وعندك مناور والتكييف والليتات كلهم LED، وأغلبهم عليهم الدمر، أغلبهم عليهم الدمر. أول شيء هم يصيرون تاتش، زائد أنك تقدر تقلل الإضاءة مثل ما تبي حتى الأساسي. التكييف الإضافي هني انفرتر كارير بالصالة طن. وعندك هني القيادة، هذا هني القيادة راكب عليه الطاقة الشمسية لوحين، وهني عندك مولد الكهرباء وجاهز من صيانة تقريبا ماشي 2500. مولد الكهرباء نفسه الأساسي 2791. ليت الدمر هذا حق الليتات الأساسية. وعندك هني الثلاجة، الثلاجة باردة ما شاء الله تشتغل على الكهرباء والغاز، وعندك أمورها طيبة. خلنا نشغلها. هني المغسلة وطاولة الجانبية، هم عندك مخازن هني. وهني ميزة الحلوة اللي هو التوسعة اللي على اليمين هني، اللي تشيل الكبت والتلفزيون والسريرين فوق بعض. في ناس يشيلونها سريرين فوق بعض يسوونهم كبت، أو إنه ممكن تسوي طاولة طعام هني. طبعا إذا قعدوا العيال هني يقدرون يستخدمون هالتلفزيون هذا خاص فيهم. فهالكربان هذا في بس داخل ثلاث تلفزيونات، والتوسيع مسكرة تقدر توصل لي غرفة النوم، تقدر توصل تستخدم كل الكرفان. هذه جدا شيء مهم انك تعرف هالشيء هذا. عندك هني دورة المياه، الشاور والمرحاض والمغسلة. الشاور المرحاض عزكم الله السيراميك الكبير، هذا هني سريرين فوق بعض.
هني الكبتات الغرفة النوم، هذه غرفة النوم، شوف الشباك ما شاء الله جميل. تخيل وانت بالطريق راح يكون جدا ممتع، سواء لك لهلك لربعك، جدا ممتع بقعدة هني او انك تنسدح وانت بالطريق. عندك هذا التكييف الأساسي وهذا عندك التكييف الإضافي LG Inverter طن ونص. فعندك الحين بهالكرفان من الأساس عندك فيه عليه مكيف واحد في غرفة النوم، وعندك مكيفات ثنتين، فعندك ثلاث مكيفات بهالكرفان هذا، ثلاث مكيفات. غرفة النوم هني لها باب بروحه، باب بروحه، هذا هني هذا ينعزل باب بروحه تبارك الرحمن. شوف الكرفان، أنا الحين بغرفة النوم، وتقدر توصل والتوسعات مسكرين للسرير هني. كل الكرفان تقدر تستخدمه، تقدر تستخدم دورة المياه، السرير هني كامل، عندك الغنفات، طاولة الطعام، السرير اللي فوق القيادة، كل الكرفان تقدر تستخدمه أثناء الحركة، أثناء التوسعات مسكرين. إذا تبي رأيي شوف هالكرفان، سعره حلو. هالكرفان كلاسي موتور هوم، جاهز للاستخدام، حول واستمتع بهالأجواء. والله لا يحرمكم إن شاء الله من الأجواء الجميلة، والله يسعدكم إن شاء الله مع أهلكم وربعكم ومن تحبون.